مكان لرعايه الحيوانات بالشكل ده، اكيد طبعا دي حاجه تحترم جدا ايا كان بقى المسمى بتاعها. بقى نحتفل بالنيو يير بقى، بالكريسماس، مش عارف ايه بالكلام ده كله، في الاخر احنا شايفين ان احنا عندنا في حدث، الحدث ده مبهج ايا كان بقى، للقطط، للبني ادمين، للموضوع، احنا عايزين نتبسط ان شاء الله. تعالى بقى نروح نتفرج على التقرير ونرجع تاني بقى ايه، نشوف ازاي بيحتفلوا مع القطط كده ايه بالشكل الجديد بالنيو يير والكريسماس. يلا بينا. احنا بالظبط موجودين بقى لنا 6 سنين. الفكره كانت لاصحاب المكان نفسه، المكان بدا الاول في شقه في البيت بيهتموا بالقطط وكده، بعد كده خدوا شقه، الموضوع ابتدى يزيد، ابتدت حالات الانقاذ تزيد، القطط اللي في الشارع اكتر، حالات الحوادث والحاجات اللي زي كده، ففكروا ان يقولوا المكان يبقى مكان مخصص للقطط بس. تمام، فاحنا بنعالج القطط، الحالات اللي هي واقعه، القط عامل حادثه، قط مشلول ما بيقدرش يعيش في الشارع كده، قط هربان من بيت، الحاجات اللي هي ما ينفعش تعيش في الشارع. هي الزيارات موجوده كل يوم، احنا من مثلا من بعد الظهر لحد الساعه 5 الناس بتيجي، في ناس بتيجي بتجيب لهم جبنه، في ناس بتجيب لهم دراي، في ناس بتيجي تلعب معاهم، في الزيارات مفتوحه كل يوم، يعني ما فيش ايام ما فيهاش زيارات، كل الايام موجود فيها زيارات ان شاء الله. بيحسوا طبعا، بيحبوا ان حد يجي ويطبطب عليهم، بيحبوا اليوم ده قوي، انا بحس بيهم ان هم بيبقوا فرحانين. يعني احنا من اول الصبح طبعا بييجوا بيشتغلوا بينظفوا المكان على طول، على فكره المكان سواء انتوا جيتوا او ما جيتوش هو نظيف كده، يعني احنا مش بنستنى حد عشان ننظف، يعني فاهماني، هي كل حاجه بتبقى زي ما انت شايفه كل يوم بس. فبنحضر بقى من الصبح، ننظف سياده، بنفرش سياده، بنلبسهم اللبس اللي انت شايفاه، بنحط لهم الطوق بتاعتهم، بنعمل لهم اكل خاص ليهم. قولي انت جاي النهارده ليه بقى؟ لاني ده بيبقى احلى يوم في حياتي، بيبقى يوم لذيذ، يوم الكريسماس، لاني بحب العب مع القطط، او القطط هنا العاميه مثلا تبقى جميله بيبقى. انت ايه اكتر حاجه بتعجبك؟ القطط عشان هي غلبانه. تلعبوا معاهم ازاي بقى؟ بألعاب، بكوره مثلا، بخيط، باي حاجه. وفي حالات كتير مختلفة، سواء قطط عامية، سواء قطط مشلولة، سواء قطط ناس رميتها من بيوتها وكانت كويسة وهم عالجوها. في حالات برضو بتبقى حاجات بسيطة مثلا مرمية برضو وفيها بعض الدفوات، هم برضو بياخدوها ويعالجوها، بيدوروا بقى على متبنين، فاحنا عاملين يوم زي دوت، او صاحبة المكان عاملة يوم زي ده عشان الناس تيجي تزور القطط وتلعب معاها، واللي حابب يتبنى قطة تمام ده شيء يسعدها اكيد عشان تقدر تكمل اللي هي بتعمله. يعني طول ما المكان مليان مش هتقدر تستقبل حالات تانية غير لما الحالات دي تروح بيوت. بالظبط، مش هتقدر تساعد حاجات جديدة تاني يعني.